وقد يكون السبب عدم العناية بالتزكية الشرعية المطلوبة. فإن المناهج الموجودة الآن للأسف الشديد يغلب عليها العناية بحشو الأدمغة بالمعلومات دون أن تربى النفوس على الكمالات على حسب منهاج القرآن والسنة، فظهر الغرور عند بعض الطلبة والحسد أو حب الظهور أو حب الدنيا أو حب الخلاف لأجل الخلاف أو غير ذلك من الأمراض المعروفة، فنطقوا بالباطل وتمالؤوا عليه، مع أن الضرورة تقتضي حسب الدليل الشرعي العناية بالتزكية، وهذا منهاج الأنبياء، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأذكر أن مشايخنا الذين درسنا عليهم كانوا يربوننا على هذا الأدب، يقولون الأدب قبل العلم، الخلق قبل العلم. قبل شهر أو نحو ذلك من الآن كنت في تايلاند والتقيت بأحد الطلبة ممن كان يدرس هنا في عمان، فأخبرني عن أمه أنها قالت له حين أراد أن يتوجه لطلب العلم: يا ولدي أريدك أن تكون وليا لله تعالى، ما أريدك أن تكون عالما، أهم شيء أن تكون وليا، لأن في الأصل حقيقة ما يكون وليا لله إلا إذا كان عالما، لأن هذا القدر من العلم يكفيه، كما قيل: تعلم ما شئت فلن تعلم إلا بما عملت. هذا هو العلم الحقيقي، وهو الذي يقرب العبد إلى مولاه سبحانه وتعالى، يعرفه بمنافعه ومضاره ليهتدي إلى الأخذ بالمنافع وترك المضار. هذا هو العلم الصحيح، هو العلم النافع. وكما قال الشيخ أبو مسلم رحمه الله تعالى: وما أنت بالعلم الغزير بمفلح، وما لك جد أي حظ أو جد في التقاة غزير، وأفلح بالتوفيق قوم نصيبهم من العلم في رأي العيون حقير. إذا نال الإنسان الاستقامة والصلاح ولو كان قليل العلم هذا خير له، لأنه قد يكون كثير العلم ويكون داخلا في قول الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وبصره وجعل على وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فدرسنا على مشايخنا هذا الأمر، وكنا نحفظ خاتمة المدارج ونحن في المرحلة الابتدائية: حق على من ألهم الله الحكم، كل طالب مطالب بحفظ هذه الأبيات، ونقرأ الكتب ونجد في كتب أهل العلم في بداية الكتاب شيئا مما يسمى بعلم السلوك، أو عند بعض أهل المذاهب والطوائف يقول يسمونه علم التصوف أو التهذيب أو الأخلاق قبل بداية طلب العلم.